بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، في كل مرة نزور فيها بلدا إفريقيا فإننا ننتقل بين الصحاري. هذه المرة فكرنا بالذهاب إلى الأدغال لنرى كيف يعيش المسلمون هناك. اضطررنا يتوغل في داخل الغابات لمدة 3 ساعات بالسيارة، وبعد ذلك نحتاج لترك السيارة والمشي على الأقدام لأن السيارة لا تستطيع الدخول. بعد مشي 3 ساعات في السيارة، نحن الآن في طريقنا إلى القرية التي في وسط الأدغال. هناك بشر يعيشون هنا. ثم واجهتنا مشكلة أخرى وهي الأمان. أنت لا تستطيع أن تمشي لوحدك بين القبائل بدون أمان من أمير إحدى هذه القبائل، فلا بد أن تسير تحت تأمينه، وإلا فقد تتعرض للأذى، وأقصد بالأذى احتمال القتل. الموضوع ليس مزحة، هذا هو العرف عندهم. فقمنا بالتنسيق مع أحد أمراء هؤلاء القبائل قبلها بيوم، ثم سافرنا إليه. وكنت أتوقع أن الأمير منهم يلبس لباس القبائل الإفريقية كذاك اللباس المزركش أو الذي عليه ريش، ولكنه لم يكن كذلك أبدا. كان يلبس لباسا عاديا وكأنه يعيش في المدينة. هذا هو الأمير؟ ناوي، هذا هو أمير المنطقة. أمير المنطقة هاي كلها؟ وإذا كنا معه هو يؤمن لنا؟ أيوة. ماذا يفعل؟ إذا كان مع إذا كنا معه كل واحد يعني إذا شفنا يقول مع الأمير، ما في شك ولا شيء. ما في شك. ولكن إذا كنا وحدنا يظن لماذا جاءوا هذو من أين؟ ممكن يحدث لنا مشكلة. مشكلة. الحمد لله. أخذنا الأمان ثم بدأنا بالسير. المشي ها هنا ليس بالمكان الآمن جدا. يعني أنا في الحقيقة أكلمكم ولا أدري ماذا يوجد في الأرض. هل توجد ثعابين؟ أو حيوانات مفترسة؟ أنت في وسط الغابة تماما، فليس الخوف فقط من البشر، أحيانا من بقية مخلوقات حتى الحشرات. لفت انتباهي كوخ صغير من قش. سألتهم من يسكن فيه؟ قالوا عجوز كبيرة في السن. أردت أن أعرف عمرها. أتعرفون كم عمرها؟ كم عمرها الآن؟ بيبي كلمة تبجيل يعني احترام. لكن كوكو كسيا كم عمرها؟ تقريبا 90 ما شاء الله 90 سنة. طيب هي تعيش هنا معها أولادها؟ أتي هنا توتو؟ ما عندها بنت ولا ابن ولا واحد. ما عندها، كان عندها بنت ولكن توفيت من زمان. فقط بنت واحدة وماتت؟ أيوة. كنت تتخيل في وسط هذه الغابة لا يوجد شيء. تسكن مع زوجها وحفيدها. علاوة على كونهم يسكنون في مكان منقطع داخل الغابة، فإنهم لا يسكنون في بيت يصلح للسكن أصلا. هذه هي حياتهم، هذا قصرهم بالنسبة لهم منذ 1985، ولك أن تحسب كم سنة الآن فقط في هذا. هل تسمح لي بطلب من فضلك؟ أرجوك قارن بين طعامهم الذي ستراه وبين المائدة التي ستجلس عليها بعد قليل. لا أقول فقط فلنحمد الله تعالى، بل فلنستغفره أيضا على عدم القيام بحق شكره سبحانه. ما هذا؟ ما هي على فكرة هي لا ترى جيدا، ترى بعين واحدة، العين الأخرى ترى فيها. ما هذا؟ هذه من طعام بتاعه. طعامها؟ أيوة. هي تأكل هذا؟ أي تأكل. ما هو هذا؟ تطبخ أولا وبعدين تسمى بلغتنا كوندي. كوندي؟ طيب هذا يضعونها مع ماذا؟ يسبون الماء ثم في الماء يطبخون حتى ينضج. يعني هم هذا طعامهم، هذه حياتهم. أيوة على هذا؟ أيوه. اللهم الله. وهذا يكفيهم لمدة كم؟ سألهم. هذا الكيس. يكفيهم لمدة كم؟ اليوم وبكرة. هذا اليومين. إخواني أخواتي، قبل أن تنظروا في ثلاجة المنزل وقبل أن تنظروا ماذا تحضرون البيت في رمضان وفي غير رمضان، هذا طعام يومين. هذا طعامهم، فماذا عن الشراب؟ إنهم لا يستطيعون أن يعيشوا بلا ماء، فكيف يحصلون عليه؟ تمشي هذه العجوز المسكينة مسافة تصل إلى قرابة الساعة لإحضار ماء من أحد الآبار التي بناها أحد المتبرعين. هذه العجوز وزوجها ليس لهم من ينفق عليهم ولا يستطيعون العمل، وإعطاؤه مبلغا أو طعاما لن يحل المشكلة بالكامل. فما هو الحل؟
قبل أن أذكره لك، انظر لو سمحت إلى مشكلة أهل هذه القرية. وفي الحقيقة هذه مشكلة بإفريقيا عموما، أنهم لا يعملون، عندهم أرض تخرج لهم ما لذ وطاب من الثمار، ولكنهم يريدون من ينفق عليهم ولا يمكن أن نعودهم على ذلك. نعم الحالات الطارئة يجب الانفاق عليها كحالات المجاعة أو الجفاف، ولكن هذا لا يعني أن نهمل باب الحث على العمل، ولو عملوا لاستغنوا. انظر مثلا هذا أحد أفراد القرية، لما عمل صار عنده حقل كبير يدر عليه الرزق له ولأسرته، وسيرثه أبناؤهم بعده فيعملون فيه وهكذا. أنا توقعت أنهم يحتاجون المعدات الثقيلة كسيارات الحراث الكبيرة، وكان الأمر أسهل من ذلك بكثير، إنها مجرد أدوات بسيطة لم تكن أكثر من 200 دولار تقريبا. وكان هناك حل يصلح للمشكلتين في وقت واحد، حل مشكلة العجوز وحل لمشكلة أهل القرية في نفس الوقت، وهي أن يقوم فريق البرنامج بتوفير معدات الزراعة لأهل القرية لكي يعملوا وينتجوا فيستغنوا عن السؤال كما حدث لذلك المزارع، ولكن بشرط أن يعطي أهل القرية من محصول إنتاجهم ما يكفي العجوز وزوجها، وفي نهاية كل محصول يحصلون على كفايتهم لأنهم كبار في السن ولا يستطيعون العمل. وفي تلك الحال نضمن رزقا دائما بإذن الله تعالى لأهل القرية، ونضمن رزقا دائما لبيت العجوز ولله الحمد. وفعلا تم إحضار المعدات الزراعية لأهل القرية، وتم تسليم العجوز أول دفعة من المحصول. أخي الكريم، أختي الكريمة، فليحاول الواحد منا أن يبدع في إعفاف الفقراء والمحتاجين، وحاول أن تصل إليهم بنفسك، فوالله إن هذا يعني لهم الكثير. أسأل الله أن يغني كل فقير وأن يجمعنا تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، اللهم آمين، والحمد لله رب العالمين. لو ضاقت الدنيا في يوم والحياة فينا، خلي الصبر حولك وقوم يا عالم أحوالي، خلي الأمل ربك كبير وعالم فينا، يمهل ولا يهمل سوى بالخير أمالي. يا رب يا رب العباد يا رب تملي.